مشاهدين قناة أدال نحييكم في هذه اللقاءات المتجددة، ونبدأ اليوم برنامجنا الذي بدأناه وانقطع، نتمنى أن نواصل فيه، وصفحات من تاريخ إريتريا التي قلنا بها الشاعر كجراي: ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نساء ندال مطوية. نتمنى أن لا تطوى هذه الصفحات. وقلنا أيضا الفنان الأسير حسين محمد علي معنا اليوم، أحد الذين سطروا صفحة من صفحات التاريخ الإريتري في نداننا الوطني، بغيت شيد حامد عوته ورفاقه الذي بدأ ببنادق صدئة معدودة ولكن سطر تاريخ وأنجز استقلال إريتريا. نتمنى هذا الجيل أن ينجز المتبقي من الحرية والكرامة والتعايش السلمي. هذه الصفحات الذي البعض يريد أن تطويها ستائر النسيان أو أن تمحو آثارها أيضا بعد الأفكار وبعد الممارسات في تاريخنا الإريتري، نتمنى أن نظهر هذه الصفحات. ورأينا أيضا عدد كبير من الرعيل الأول انتقل إلى رحمة الله، عدد كبير منهم الآن حوالي 4 ستقام لهم مراسم تأبين في كل أنحاء العالم ومنها هنا في ستوكهولم، وتركوا أثر وتركوا تاريخ. نتمنى هذا التاريخ أن يذكر وأن يحفظ، وبالتالي الأجيال القادمة أن يكون ملهما لها، ودائما الشعوب تستلهم تاريخها في الأزمات. معنا اليوم المنادل عثمان عبدالله حرك، أحد المنادلين الذين بدأوا النضال الإريتري عمليا وعسكريا في عام 1963، ولكن كان قبل في حركة التحرير، وأيضا كان في النشاط النضال حتى في عام 1960. سيحكي لنا هذا النضال من خلال رؤيته وتجربته. فأهلا وسهلا بك أبو عبد الله الأخ عثمان عبد الله حركة. صناع هذا التاريخ العظيم رفاقاء عواتي والمحاربين القدماء الذين أفنى عمرهم، كان منا أن نتقدم دائما تقدير وقف التقدير وإجلال هؤلاء الأبطال، فكان عبارة عن شهادة تذكارية منا في الحراك الشعب الديمقراطية والعدالة لأبائنا ورموز عزتنا وشموخنا، فعبارة عن عرفان منا لهم. فإن شاء الله يعني نتمنى كل المنظمات الإريترية وكل التنظيمات السياسية أن يعطوا هؤلاء الأبطال حقهم في هذا الدور الكبير الذي لعبوه في هذه الساحة الإريترية خلال وجودهم معنا، وتقليد ذكراهم وتكريمهم هذه من سمات العمل الوطني الإريتري ومن سمات الشرفاء الإريتريين. هؤلاء قدموا شبابهم لنا، يجب أن نحافظ على هذا التاريخ ونحافظ عليهم ونكرمهم بقدر ما يمكن. نحن الآن نستعطر بذكرى غالية علينا، البطل أحد قيادات جيش التحرير والمناضل الكبير عثمان حرك، وهو الذي التحق بالثورة في عام 1963 وكان أحد قيادات جيش التحرير. له التحية والإجلال له. عبد الله حرك لو تحدثنا عن من هو عثمان عبد الله حرك وأين نشأ وأين ولد وكيف بدأ النداء؟ أنا عثمان عبد الله حرك، مولود في حرقيقة وكبر يعني في بر ومدن حرقيقة وحواليها. عام 58 غادرت حرقيقة، عام 58 غادرت حرقيقة لي علم يعمل إلى السودان، وما كان خالي حسين، أنا كنت صغير شوية، كان حسين بشناغ معايا. وصلنا هناك كسلة، ومن كسلة جينا لبر السودان وبدأنا نشتغل في محلات. لما وصلنا هناك لقينا تنظيم، نحن ما كنا نعرف تنظيمات وسياسة، ما كنا نعرف، لقينا تنظيم اسمه حركة التحرير،
وكان فيها رمضان رمضان عقد لا رمضان هو ولا في رمضان رمضان ياسين عقد هو كان المسؤول نعم ايوه ياسين عقد هو كان المسؤول في التنظيم هذا. فاستمرينا فيه ومنا انا سافرت الى السعوديه سافرت في الصنبوق في الصنبوق سافرت بحار وصلنا السعوديه السعوديه هناك نزلنا برضه في السعوديه لما جينا لقينا نفس التنظيم واكبر الناس كلها فيه الناس اللي كانت في جده في برسودان برضه وصلت الى السعوديه نعم. كلهم وصل راحوا احد نقلوا منه اللي كان في حركه التحرير كله اللي كان واللي ما كان كله وصل الى جده نعم والناس كلها في حركه التحرير ما نعرف غيرها لكن حركه التحرير كانت حركه سياسيه فقط نعم. ما في حاجه اسمها نزاع نضال او قتال او سلاح او كذا ما في نعم. حركه وهذا كانت مرتبطه بجهات غير عسكريه نعم هي حركه التحرير كانت مرتبطه بحزب الشيوعي السوداني نعم. عشان كده ما يحرروها تسكر سلاح او تحمل سلاح واحنا ما بنعرف احنا ما بنعرف يعني الفكره وجهة. كانت عن طريق عمل سلمي يكون تغيير في الاريتريا اي والله فهناك كنا نمشي وجماعتنا صاروا مسؤولين دحين في جده ناس حج حبيب وحج حسان وحسين بشناق وكثار يعني الجماعات مسؤولين ايوه اصبحوا مسؤولين في مسؤولين في حركه التحرير اي والله نعم. في حركه التحرير احنا اعداء عاديين كنا عام 60 جانا سبي 1960 ايوه بعد ما خرج عن طريق عصب ليمن هو طريق عصب وجا يمن ومن يمن جاء جده نعم جاء جده عمل اجتماع نعم قال يا جماعه انتم ايش تسووا طبعا اجتماعنا ايش تسووا قلنا له نشتغل وناكل واللي عنده يرسل لاهله بس قالوا ليش ما تعملوا جمعيه ايش جمعيه قال جمعيه خيريه طيب ايش تسوي قال تاجروا بيت كبير قال وتعملوا قسم فندق وقسم مطعم وقهوة فالناس اللي ما عنده يأكل ويسجل ولو ما يشتغل يدفع واللي عنده يدفع عشان كده فلوسكم ترجع عليكم أنتم وقدام هذا قدام في هذه الفكرة بعد الناس اللي كان عنده فلوس اشتروا مطاعم برضو نعم اشتروا مطاعم وعملوا قهاوي وكذا بس الفندق ما حصلنا فيه له راح سموها جمعية خيرية ايوه جمعيه الخيريه هذا 1960 أيوة وهذا في جده ايوه عثمان راح القاهره القاهره كان ناس ادريس ادم الدين رجل كبير ابراهيم سلطان ولد اب وديني من هو هذاك ابو الولد هذا اللي دحين في السياسه من اسمه الرجل السياسي اللي كان في الوزارة في إريتريا كان وزير ولد أب وثاني منتو اللي كان فيه كان هو نعم. ولد أب والمهم أيوه. هذول كانوا هناك هذول كانوا سياسيين قاعدين بس يأكلوا ويشربوا في الفندق ما عندهم أي فكر إن حيحاربوا إن يعملوا شيء لأن عبد الناصر كان عبد الناصر محزر على الجميع خلاص كان قوي الأيام ذاك جاهم سبق قال لهم ايش تسوي قال لهم احنا جالسين قالوا لا قال لهم ايش رايكم نعمل ثوره قالوا سين ثوره قال له بس انا امشي معاكم لان انا هو ما عنده اسس سياسيه عشان يروح في الدول ويقول لهم انا عاوز اقوم ثوره قال لهم نروح كلنا مع بعض ونطلب معونات قالوا له كيف فين نروح قال لهم تعالوا نروح الصومال شالوا من هناك راحوا الصومال صلاهم الرئيس عبد الرشيد شرمارك وعثمان آدن معاه برضو هذول قالوا لهم نحن يا جماعة إريتريين وعاوزين نقوم ثورة نحارب أثيوبيا قالوا له خلاص احنا مستعدين نساعدكم باقي هناك لما راح حس الجبر ولا جبر جبر صومال وجبر إريتريين هناك التقابهم وجمعهم وعملوا منظمة المنظمة هذه سموها جمعية الصداقة الصومالية الإريترية اللي كان فيها أمين برهان الله يرحمه كله أيوة هذا اللي كان عندكم ساكن نعم. هذا واحد منهم نعم. أيوة نعم. إحنا على طول جاء هناك وجانا جاء عندنا
مسجد زايد ما جونا فاتوا. هو نزل جدة جمعنا قال إحنا الجمعية سميناها جمعية الصداقة الشمالية الإريترية. طيب وقال هذه بطاقات جابنا البطاقات فيها اثنين يد وبطاقة. إحنا انبسطنا ما عندنا أي وهوية. عملنا صورة فيها وساوينا وضبطناها تمام. فلما شافوا العمل يكبر هم كمان قالوا اعملوا مدرسة افتحوا قالوا صب قالوا بقى أجروا الشقة وعملوا مدرسة. المدرسة كل الشباب اللي ينتبه في هذا التنظيم اللي هو جمعية خيرية فيها ناس كل شكل. دخلنا المدرسة هذه اسمها خيار كان مدرس حقها اسمها مدرس خيار هو المدرس عليها. في المدرسة هذه قعدنا فترة وهم يلفوا فبقى راحوا السودان. هناك جاهم وقال لهم روح السودان راح السودان قال لهم في ناس محاربين يقدروا يحاربوا عاوزين ناس محاربين. قال لهم دحين الثورة هي قالوا له في فلان وفي فلان طبعا شفت اللي كان قديمين وهذه لك أهلهم كانوا دفع عليهم فلوس عشان يرجعوا من شفته يا إثيوبيا وبالكفارات قاعدين. بقي راحوا قالوا نحن نشوف نروح راحوا جماعة شافوا هذا حصلوا عواتي قالوا له دحين يعني ثورة هذه قالوا له يقول لك ثورة والناس هذول حيساعدوك بالمال وبالرجال وبالسلاح. انت ما في سرقة ما في ما تأخذ حق الناس. قال لهم كده صبي ودي سادم هذول رجعوا راحوا الصومال. قال لهم طيب هذول بقى طلع عند سلع عندوقية معاه جماعة هذا المناطق طالية عندهم صغيرة خرجوا. أول ما خرجوا إثيوبيا عرفت إن شفته خرجت شفته طبعا قالوا شفته خرجت بينا يقولوا شفته قالوا لهم شفته خرجوا بوليسية اللي تخرج 10 من هنا وخمسة من هنا وثلاثة من هنا وعشر أربعة من هنا أو ثمانية من هنا يعني من كل مكان طلعوا. لما شافوا من كل مكان طالعين رجعوا خبوا سلاحهم ونزل هيكوتا دخل هيكوتا ناموا استخبوا. البوليس لف 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 قالوا لهم يا أخي هذا كلام الناس ما في شيء. قالوا لهم البوليس راحوا خرجوا من جديد واستمروا بقى في هنا بيجي لهم البوليس يروح هنا يجي هنا. فجنب كرن في مركز هاجموه دي سنة 61 هو اللي عند الكلام 61 اي والله 61 الثورة 61 هي قامت الثورة هذه 60 هذه كانت تمهيد اي والله ايوه لكن قبله كانت اتصالات بعواتي ومجموعة اللي كانت هم نائج في الجيش السوداني اي والله هم جيش السودان ناس اي والله الاسطونة كله مستنونا هم اللي حضروا وهم اللي قاموا باتصال ب عواتي وبلغوا هذا الجماعة القيادة اللي هم السياسيين قالوا لهم خلاص احنا حسنا ناس وحيخرجوا وقالوا لهم خرجوا خلاص بقى سب جانا لا ما جانا قالوا ما يجينا نروح الصومال. قالوا لهم احنا طلعنا الثورة وايش تدونا قالوا لهم نديك سلاح السلاح ده كان سلاح طالية طبعا الدولة أسلحة طالية احنا استنتنا لما جينا في 64 السلاح بعد منا استنانا هناك شاروا الأسلحة ودخلوه برضو وجانا قال طلع مقاتلين وسميناها جبهة التحرير قالنا الحين كلهم جوا ناس تدريس وناس سوهم بن سلطان سميناها جبهة التحرير جبهة التحرير جبهة التحرير بقى احنا هجينا وحركة قامت الحين كان مختفي هذا الأمر السياسي صار الحين ومضاربة صارت في السعودية مضاربة قالوا لا يمكن تجي تنظيم يجي واحنا موجودين هذه حركة تحرير الآن رافضة ان جابت تحرير ايوه ما تجي قالوا نعم. فالناس لما صار قتال هناك بعدين صار قتال هجموا مركز واخذوا سلاح واخبار يجي على طول عمل اجتماع تبرعات الناس دفعت في بيوتها ناس جابوا كنب حقهم ناس حريم باب حقهم يعني اقول لك حبوا لهم فلوس راحوا والناس كلها دحين حركة تحرير فضوها خلاص الجماعة القيادات اللي على فيها اللي كانت فيها رجعت وإحنا ما حصل المضاربة إحنا هم ضربنا كان اسمه قايم واحد وفي جماعة من جماعتنا ما رجعوا ناس حج حسن
جابر عثمان اسمه واحد فدل في ديل فدل في حركة التحرير والله أيوة. وعمر نايب هذول قالوا احنا بس مع حركة نعم تموت نموت معه وتحيا ما مع زمن بمرور الزمن انتهت الحركة انتهت خلاص بقى بدأ الناس على الجبهة وناس فعلا نشطوا والثورة قدمت طبعا حصل سلاح الجماعة صاروا يمشوا يجوا يجيبوا يروحوا وتبرعات على طول الحين يقول لك الجبهة الشعبية تبرع كذا بالعكس والله كان يتبرع زمان الدام الناس ينزلوا ذهبهم كانوا نعم. فالمهم تحركت 63 قالوا تجنيد عايزين ناس يروحوا في جدة بدل في جدة يلا احنا اهل جدة احنا لا القاهرة كانت حركة تحرير نعم الطلاب ايوه قلبوا نعم ايوه قلبوا التحرير يعني لكن التجنيد الان ده للناس اللي موجودين في جدة لا جدة من كل مكان ايوه اي والله احنا جونا قالوا لنا تجنيد خلاص كان عبد الله دقي هذا كان خاطب مسكين ايوه وعاوز يتزوج وعفش حق الزواج حقه مشتريه نعم ثياب حق البيت عشان يروح يتزوج لما قالوا التجنيد حط الشنطة تحت السرير راح خلاها نعم راح على طول واحنا طلع ناس من الرياض راحوا دحين من حسنا احنا لما جينا هناك حسنا شمسي انتوا الان 63 يعني قاعد ماشيين الميدان الان ماشيين سوريا ماشيين سوريا ايوه اوكي ماشيين سوريا نعم ماشيين سوريا من الرياض مجموعه قامت مجموعه من الرياض قامت ومجموعه من القاهره ونحن من جده نعم التقينا في سوريا كم كنتم من جده من جده مجموعه كنا والله بالضبط ما أقدر أعدهم لكننا كنا أفراد كنا من القاهرة طلاب جونا ناس عمرو ناس رمضان ناس من عندنا إحنا شمسي وأنا وصالح أدم صالح أدم ومحمد سعيد الحين في جدة موجود نعم أيوة كنا وحسين باري واللي قلت له عليه عبد الله دقة مجموعة كنا والله نعم. حوالي 20 نفر كلنا حوالي 20 ومشيت سوريا للتدريب الآن رحنا سوريا تدريب نعم جينا سوريا على طول سلمونا ضباط في الحقيقة لما جينا في سوريا تفاجأنا احنا بأشياء كثيرة ما كنا نعرفها اللي هي الشيعي والدرزي وهذا تفاجأنا فيها للضباط لأن جانا واحد ضابط ثلاث نجمات عنده قال أنا فلان اسمي مسلم شيعي الله مسلم شيعي طيب بعد شوية جانا بعد أسبوع جابوا واحد ثاني اثنين ضباط جابوا لنا هذا كمان مسلم درزي قال مسلم درزي أخذنا عليهم نحن بعد كذا أخذنا عليهم خلاص راحت هذا العمل هذا المهم إحنا أول المشاة رحنا في المشاة إحنا عملنا دورة صعبة إحنا مشاة رحنا ما خلصنا المشاة ودونا الهندسة نعم الهندسة هناك هندسة طبعا القوم وتطلع القوم وتلقيم وتفخيخ وكتب ومش عارف ايش يعني اشياء هندسية كلها القامية خلصنا منها ودونا الصاعقة نعم الصاعقة هذه يعني قوات خاصة صعبة هي ايوه القوات خاصة ايوه هذا القوات خاصة هي فعلا هي الكوماندوس اللي يقول عليها ودونا الصاعقة على طول فالصاعقة دحين أكلك يرموه لك في البيت على طول القدر لكن في الهندسة في السحون ومعالق وشو كان جينا هنا على طول الأكل وراء يقول لك وراء الأكل تروح تغرف أكلك وتروح عشان تتعود لل أيوة والله بعدين يعني التدريب كان أصعب من مرحلة العمل يعني يجوك الساعة كم يجوك الساعة 12 بالليل الساعة 1 بالليل يقول لك البس عندك عملية عندك هجوم عندك إغارة عندك احتلال مركز مش عارف إيش بعدين كان عندنا ناس شوية عريبتهم ضعيفة فالضباط مركزين فيه واحد واحد يوم عملنا إغارة بالليل في المركز الدنيا ظلام حوالي الساعة 1
لما نجمع ما اشوف بعد بس مجمع كده وهو يوقف. انت لوحدك ولا معاك سوريين سوريين ضباط؟ ايوه كل الدوره. اي والله اي والله ضباط معانا اثنين ضابط ومرشح وعريف ومش عارف ايش. ايوه لكن فقط المدربين فقط اريتريين هم اريتريين ده المدربين اريتريين هم. ايوه فبقى يعرفوا ناس ما بتعرف عربي او ضعيفين جمعنا بقى مركزين على واحد نعرف احنا مركزين عليه وقلنا له شوف الحين هيجمعنا وحيسالك حيسالك انت تكلم وحين نطلع واحد يقول له قاعد يقول كذا ايش هو عاوز يعني عملنا اقاره واستولينا وكذا وسحبنا طيب قال بس اجى الواحد ضرب سلام جاهو وعلى طول يا جماعه بكذبكم بلوه ها كذب قال له نعم فبدأت الدورة الدورة انتهت كل الهندسة وهذا انتهت رحنا الساعقة الساعقة بدأ شاقة هي الشاقة تنزل بالحبال وتحت الأنفاق وموية وكباري وأسلاك شائكة يعني مرة صعبة هي المهم خلصناها كمان خلصنا منها قالوا لنا دحين أنتوا حتتخرجوا يوم التخرج احنا طبعا قالوا يعني 200 نفر 100 نفر قال يمكن الواحد يتخرج مع بعض السوريين او 200 نفر في المية لازم 20 ملتبي له يموت في التدريب في التخرج لان حوالي 4 كيلو تقبل منطقه كلها اسلاك شائكه وحبال منطقه التدريب هذه وحيطان بدي حيطات حاطه حيطات فيها حبل صغير تجي تنط حتى تمسك الحبل في عندنا ناس قصار نحن نشيله نرميهم من هنا عشان الحذاء ما يقدر لو راح هناك رشاشات ما تغطى فيها اها كل رشاشات كل حائط في كل كل حاجز في رشاش ايوه عندك كوبري يعني اعلان عن وادي في عندك ابراج اثنين برج هنا وبرج هناك يوروك كيف تقدر تمشي فيها بعدين اول مره كم كان عدد الناس اللي 20 نفر هنا 20 انتوا اللي مشوا الدوره الخاصه ايوه 20 نفر هنا ايوه كلنا مع بعض 20 تذكر منهم اسامي اللي من الناس اللي القيادات الموجوده الان ولا عمر موجود رمضان موجود عندك دين اسمي يا ربي سنفالو عبد الكريم كان فيها انا كنت فيها مصطفى احمد سعيد مصطفى امين الماليه كان فيها محمد حج حمد كان فيها محمد حج حمد في المخابرات كان فجماعه كثار كان فيها موجودين طيب وخلصتوا الدوره هذه تخرجتوا منها خلصنا يوم التخرج بقى كل واحد سلاحه معلقه بس ويجري جري هو ورشاشات تضرب لما حمد طلع في البرج الرشاشه ضربت البرج وضربت في حمد ايوه ضربته ايوه محمد واقف حسلته رجلي ايش بقى ارجع قلت له محمد رجع نزل شالوه وطلعوه برا انا اجري على طول فك الرشاش ضربت في الحجره وضربت في رجلي ضربتنا انا كمان واحده خلاص انا كمان صرت اعرج طلعونا احنا الاثنين وجماعه كملوا دورتهم وتخرجوا وراحوا واحنا فضلنا هناك انا ومحمد في المستشفى في المستشفى بقى محمد طابت رجله طبعا وكلنا طبنا لكن انا عندي رصاص كان في رجله وكانت واقفه الرصاصه ضربت الحجر وقفت في رجله قالوا انت حتتاخر محمد تقدم انا رحت المستشفى دخلت المستشفى ثاني مره وفك رجلي وعملوا العمليه وطلعوا الرصاص منها ولحقتهم انا سنه كم هو هذا 64 64 هو ايوه طيب نحن ان شاء الله حنقف في هذا الفاصل اعزائي المشاهدين نتمنى ان شاء الله يعني هذه الحكاوي كلها يعني هي جزء من نضالنا وتاريخنا نتمنى الجيل القادم ان يستلهمه وان يوثقه تاريخيا وبالتالي عدد كبير من الاسامي اللي ذكرت واللي حتذكر وعدد كبير من الشهداء الذين يعني سطروا صفحات بطوليه في التاريخ الاريتري لكن يعني نسأل سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في ميزان
حسناتهم، لكن لابد أيضا شعبهم وأمتهم وأجيالهم لابد أن تذكرهم، تذكر لهم هذا الفضل وتحفظ لهم هذا التاريخ. مع فاسل القنائي مع الفنان حسين محمد علي وأنشودته المشهورة ثرنا من أجل مصلحة الملايين، ونعود ونواصل الحديث إن شاء الله. وعلى النار ثورة بالواحد والشديد.
الخسارة والمؤمنين قولوا معي لا 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 حلال انتصار والمؤمنين. مشاهدين الأعزاء أهلا بكم بعد هذا الفاصل القنائي. نتمنى أيضا أن استمتعتم به هذه الأنشودة للفنان حسين محمد علي. نحن طبعا برنامج صفحات من تاريخ إريتريا نترك الحرية لكل منادل وبالذات الرعيل الأول أن يحكي تجربته دون تعقيب, فقط نطرح الأسئلة ونترك الحرية للإجابة حتى نوثق هذا الكلام كما قيل, وبالتالي نتركه في يد المؤرخين والباحثين بحيث يجمعوا كل هذه الوثائق المكتوبة والمرئية والمسموعة ويخرج منها إن شاء الله تاريخنا الحقيقي وتاريخنا الموثق وبشكل علمي. يعني أستاذ عثمان المنادي العثمان عبد الله حرك, أنت 64 الآن بعدما خرجت من المستشفى, إلى أين توجهت؟ اتجه إلى جدة. إلى جدة. نعم. أيوة. في أحد اللقاءات اللي عملت مع الأستاذ الحيوتي ذكر أن في جدة أول ما جو هم في طريقهم إلى سوريا عملت لهم تدريب. نعم. مبدئي. نعم. هم استنونا في جدة. نعم. فهم من السودان جو من السودان, ولكن كان فيهم من السعودية. أيوة. ناس عبد الله باري. أيوة. من جدة جو هم. أيوة. معاهم راحوا. أيوة. فقالوا لي جماعه هذول جماعه حيبعد شهر تقريبا. نعم. يجب ان تدربهم. انا دربتهم بقى هم. أيوة. مبادئ على طول اخذوا كل شيء. ايوه. فراحوا وتفرجوا. فين كان التدريب في جده؟ في اي مكان؟ في الرويس. في الرويس. الرويس في حوش يعني؟ في حوش. ايوه طبعا. أيوة. في حوش. ايوه. كم كان عددهم؟ والله بالضبط يا ممر, لكن هو يمكن 30 قبل 30 تقريبا حدود هذا. يعني اعطيتهم التمارين الاوليه وكذا. تدريب رسمي. تدريب رسمي. رسمي رسمي يعني. أيوة. ايش يقولوا لهم كيف يسووا كيف يمين يشمين شمال. أيوة. يعني مبدا العسكريه. أيوة. كله اديتهم ياهو. نعم. وبعدها انا سافرت طبعا. أيوة. انا محمد حج استناني هناك. ايوه. انا محمد حج وعثمان سبي سافرنا الى السودان. الى السودان. ايوه. نعم. سافرنا السودان, نزلنا خرطوم. نعم. عطول دخلونا طبعا في واحد المكاتب حق الجبهة. أيوة. دخلنا هناك, ومنها عثمان كان عنده شغل, قعدنا يمكن أسبوعين قعدنا هناك. أيوة. ومن هناك تحررنا إلى كسلة. ده كلام 64 ولا 64؟ أيوة. والله 64. نعم. في كسلة أستنتنا مشاكل. جبهة التحرير عندها شوية مشاكل استنتنا. يعني فين القيادات؟ قائد القائد العام وقادة الفصائل. ايوه. اي والله كان استنى مشاكل بينهم. اجتمعوا سب جمعهم وصلحهم. القيادة كان قائد جبهة التحرير كان الشيخ سالم طاهر. كان ايوه الشيخ طاهر السالم طاهر هو كان. أيوة. القائد. أيوة. وما القيادات الصغيرة هذه كلها كانت ديناي وعمر أزاز وطيارة وكلهم كلهم كانوا موجودين هناك. فقال لهم نطلع كلنا, يطلعوا تطلع كل القيادة تطلع. قال لهم يلا برا. طلعوا على طول عملوا اجتماع في منطقة أنا كتبتها هنا لأنه صرت أنساه كثير كل حاجات. منطقة اسمها كر منطقة. أيوة. ولا اجتمع فيها وطبعا سلح الأمر كان صراع كبير كان. بين القبائل والفصائل ومشاكل. محمد عمر طلب طيارة متمسك بشيء الشيخ منو الدين اسمه سالم قائد الغسان سالم طاهر كان متمسك برأيه كلهم. بعدين صلحهم صبي قال لهم نحن أصل هذه القيادة حنفرتكها. قال لهم يعني احنا يا طاهر سالم لما ننزلك من الحكم من القيادة معناها انت ما حيجي واحد غيرك إلا مؤقت. كم شهر. وفعلا صار اقتنع طاهر سالم ونازل وصار بطيارة مكانه. مؤقتا. نعم. مؤقتا. ووزع الفصائل زادت فصائل كان سلاح إجا زاد الفصائل. من ضمن أدو قائد فصيلة محمود الشمسي الحين منطقتنا محمد سعيد الشمسي. نعم. أوكي. محمد سعيد صار قائد فصيلة. نعم. من ضمن الفصائل اللي طلعوها. أيوه.
شمسي الله يرحمه شال نفسه في 65 وراح شعب بفسيلته على طول وهاجم شعب واستشهد هناك. أيوه. علقوه في قندع. نعم. الفترة هذا أنا كنت في أسمرة. أيوة. طيب. كيف دخلت أسمرة؟ أسمرة أنا كنت قسم الفدائيين. الخارج اللي خرجوه هم أنا مريضته انفروز ضربتني. أيوة. فدلت منهم. أيوة. هم رجعوا. أيوة. لما رجعوا قالوا لي أنت خليه في قسم الفدائيين خلاص. قسم الفدائيين. أول عملية يعني قمت بها أخذت مصحفي من كسلة. ورحت لفيت ببركة كلها معانا الحرس طبعا ورجعنا صحفي من سوداني. ايوه سوداني سوداني. أيوة. سيد احمد بيقولوا مش عارف مين يقولوا له كده. أيوة. بحث صحفي. بعد زمن جماعه يجوا لنا امر يجيبوا كتاب قد كده كتب ضدنا. ايوه قال حركه مش قدامنا ويجند الناس ومش عارف ايش المهم السفاره الاثيوبيه كانت قويه كانت. نعم. اي أيوة والله. طيب انت لو لما مشيت الان اسمر بتوجيه من القياده طبعا. لا طبعا استنى. فبقى رجعت من هناك وكان في عمليات جوا في كسره لكن هذه عمليات خاصه هي. فقالوا يا جماعه احنا عايزينكم اربع انفار فدائيين. أربعة أنفار فدائيين كويس. هذا 65 هو الآن. أي والله 65. أربعة أنفار فدائيين كويس. هم يختارون الحين إحنا ما عندنا. قالوا حرك ورمضان وحامد حامد صالح مدري أي ولد من كرن هو. حامد فو محمود رمضان. محمود إدريس رمضان. موجود هذا في السعودية موجود محمود إدريس رمضان. محمود إدريس رمضان قالوا أربع أنفار أنتوا تروحون فدائيين بقيادة رمضان. محمود رمضان. محمود إدريس رمضان. نعم. بقيادة رمضان محمد نور. أيوة أيوة أيوة. بقيادة رمضان محمد نور. أوكي. أيوة والله قلنا طيب خلاص بقى المشوار طويل هو من كسر لحد أغردت أول شيء عفشك. مناشير وثياب وجزم كل واحد عند الأكياس محملة وصلنا وصلنا في قضيت لقينا شباب زي النار مولعين. صالح السعيد الله يرحمه وأولاد ناس كبار. ورونا واحد رجل كبير هذا مخصوص بالمناشير. هذا من دي مناشير يعمل شفت القرطاس الكبير الكاكي من ورق اللي يعملوه. يعمل كده اللي يحط فيه دقيق ويعبيه مناشير ويسكره. وفي الشارع يمشي في الشارع يمشي بس على الدكان يدخل في الدكان يحط له يقول له عندك ورقه وفي قردات في داخل قردات. ايوه ايوه بس القرطاس كده شايل ماشيبه. ايوه والمهم ورونا جماعه كثير قعدنا كثير فتنا قعدنا. بعدين جاء امر رمضان وحامد من اسمه يا رب ولا تكرن هذا يرجعوا قالوا اثنين نفر. أيوة. اثنين حامد صالح. حامد صالح يا والله. أيوة. حامد حامش حامد صالح هو. المهم رجع هذول رجعوهم. فضلنا انا ومحمود ادريس. ايوه محمود ادريس رمضان. ايوه الحين انا تحملت المسؤوليه. صرت انا قلت له على طول صالح مسعيد قلت له ودينا خلاص احنا نطلع. هذول قلت له هذا وديهم بطريقتك يرجعهم بالباسات رجعهم برجولهم. المهم صالح دبرهم ورجعوا. رجعوا وصلوا السودان. واحنا على طول شلنا شنطنا ودخلنا دخلنا اسمره. دخلنا اسمره دخلنا في مكان خياطه كبيره. محمد برهان اسمه ولد جبرتي. حق هي. لانه عنده اربع خمس خياط وقاعدين والمكان كله يجيها طول سراويل كوماندوس المهم أهل البلد مخابرات كله يجوا. ودونا أكريا أنا ومحمود. ودونا أكريا شنطة واحد عندنا في وسط أنا شالوها ورحنا وأكريا قعدنا هناك بس بيتنا ليلة واحدة. وفي العصر يجيه واحد بالشاويش إريتري. محمد تعال قال إيش في قال له جبهة دخلت وإحنا في بيته. قال له جبهة دخلت مين قال لك قال خبر البلد مقلوب قال له من غردت جانا خبر أربع أنفار دخلوا قال له الحين جاهم خبر أربع أنفار هم. بعدين قال له تفتيش عام حيعملوا في البلد بس عايزين يفاجئوا الناس على طول جونا جري. قال له تخرجوا قلت لهم روح يا أخي قلت لهم ما نخرج
بعد التعب هذا كله مشاكل وطرق وتفتيش دحين نخرج نرجع. المهم احطهم في الفطير قلت لهم انا كنت عنيد شويه. هتير صغيره دخلونا كده بعدين جونا بالليل كمان ما اقدر استريح لانه قبلنا ناس سعيد حسين تمسكوا. ايوه نعم هذا قبلنا أيوة. ناس سعيد حسين تمسكوا ومنهم اتمسكوا. ايوه ناس سعيد حسين في 15 سنه في 10 سنين زبطوا نعم. سجن ايوه احنا ما قارون 30 احنا ايوه اوكي لما تمسكوا ناس سعيد حسين ايوه يعني حكم عليهم بالسجن انتوا جيتوا بدلنا مكانهم. ايوه فقالوا ان راح علينا حسين وكذا وكذا قلنا لهم طيب خلاص بيطلوا. الصباح تعالوا شو شنطه احنا ما في صدنا عندنا بدل كرافتات وشنطه. جو شالوا شنطه حطوها في الباص واحنا كمان طلعنا الباص على معاهم طلعنا. لما راحوا هم طلعنا الباص الباص هذا كذا يرفوه الطول سراويت والله على طول كذا بس زي الكلب السعران كل الناس هم يسيروا يمسكوا المساكين. نعم فطلعنا منهم المهم. انت الان فين ماشيين؟ غردات راجعين لغردات. بس غردات طلعنا وهذا الباص هذا المتهم مش اللي يدور عليهم. وصلنا على طول وصلنا غردات جينا عند صالح هذا ولد زي النار كان الولد هذا الرئيس بس ابو الثوره هو كان في غردات. على طول قلنا له قلت له بكره حنسافر فين غردات؟ قلت له كسل حنروح ماشي. قلت له بالباص لا يا عثمان تتمسكوا. قلت له حنروح بالباص. تعب يا اخي 8 يوم 9 يوم برجولك سكه حد كسر. قلت له نروح بالباص ثياب نخليه خلاص كله في مكانه. والله راح حجز لنا تذكرتين انا ومحمود رمضان محمود اي والله محمود رمضان محمود رمضان اي والله الله يعافيه يا رب. قالوا عمل حادث موجود في جده. محمود وانا رحنا طلعنا الباص غردت دحين بس تسني لابس سني الباص دحين السواق والمساعد مجندين هم معهم. ايوه يقولوا لهم نفرين معاكم تنزلوهم في كتاي حساس اسمه بعدها في كوتا هو الوادي بس اذا فت منه تتمسك على طول تسني من هذا نطلع على طول هذا حق التهريب هو الوادي. على طول قال طلعنا نحن طلعنا الباص واحد ورا واحد قدام قاعدين والباص ماشي. أول ما قربنا على بارنتو الباص يضربوري بام 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 لبل إيش هذا؟ قلت أنا هذه هذا يمسك أو يمسكونه ولا إيش يعني إشارة هذه إشارة أي والله إشارة يعني باقي لنا كيلو من البلد. بس باص إجا وحطه جنب المركز وراح في المركز. قال له ما في حاجة الدنيا أمان راح جونا بقى جونا سراويت فتشوا الحين نزل صاحبي نزلوا الناس ينزلوا خالوا ينزلوا قالوا نزلوا. انا شفت صاحبي نازل انا عنده بكده كده عامل عمه وحالته بالولا نزلت وقفت كده دخل يده والعمه طاحت بعدين ساري طلع فيها انا طلع فيه كده انا ما اعرف طلع فيها مسكني هنا وتي دالي انا ما عرفت الحين ليش وتي دالي ما اسمه قلت له اسمه عبد الله وتي دالي مش عارف ايش انا سكتت منه بس يدني كده تهز معاه انه هنا. لما شافني انسان اهبل كده دفني قشاشه من الباص دفني. نزلت شلت عمتي اشوف دحين انت ما تطلع عليه الجندي انت تعمل كده لما تجيه لازم تنزل الارض. ايوه اي والله فاس على طيب شفته قلت يا رب دحين نخرج من هيكوتا هيكوتا اخطر مركز هو. نعم على طول احنا باص طلعنا الباص جينا في هيكوتا طبعا عرفنا الموضوع ما انا ما طلبوني دحين فتنا. نعم فتنا جينا هيكوتا في هيكوتا نفس الحركه عملت لهم الناس يشيل كله تقدر يلا لحد ما حتى حمى تضيح بنفسها هد هد هد. رحنا طلعونا في الباص لما وصلنا في المنطقه على طول وقف الباص انزلوا يا جماعه قالوا. نزلنا انا ومحمود نزلنا حسنا مزرعه في الطريق تغطينا فيها معاهم عسيده ومنها انطلقنا الساعه 6 دخلنا ساوة اريتريا من الساعه 1 نجري بس نجري الساعة 6 دخلنا في جينا في الساوة جينا في غارية على طول طلعونا البريش نمنا فيه بالليل آخر الليل جونا آخر الليل قومونا عشاء الله يحمنا ردونا عسيدة ناشفة كده قوية
وفيها أم رقيقة ويكا بس على طول ثمرت ما تأكل ثمرت ثمرت ثمرت. طيب أنتوا الآن ماشيين لكسل الآن؟ أي والله. أيوة عشان الوقت يثمر يعني. أي والله. كسل المهم دخلنا كسلة. أيوة. ثاني يوم جت بس حق الكسلة. أيوة. الدنيا كانت بخير الأيام ذاك. بس كسلة جاء ويشيل كل الناس القنم اللي عنده حليب اللي عنده أي شيء اللي عنده والسمن اللي عنده ودخلنا كسلة دخلنا كسلة قلت لهم أنا جيت جينا على طول عمر اتصل بناس سب كانوا في خرطوم كانوا وديس آدم ومجموعة كلها قال لهم حرك وصل قال له خليه يجينا نعم بس رحت هناك قال لي إيش حصل قلت لهم كسلة كسلة كذا 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 ورسلنا ورجعنا قالوا لي أنت المسؤول ترجع لازم تعمل خلية هناك ما كنا نعرف لا نحن يعني أمر ينفذ أيوة بس خلاص أنا رجعت منهم رجعت كسلة أمر تسلوب قالوا لي إيش عاوز حركة ديله أيوة قلت له دين أربعة ثلاث أنفار أربعة أنا رابحهم قلت له اثنين يلحقوني قلت له وواحد يروح معي اثنين إذا دحين حامد هذا محمود إدريس هذا خليته مع اللي يلحقني أيوه حمد حج حيجي معاه أيوه قلت حمد حج يديه معاه وأنا وصاحبي هذاك رحنا على طول مع بعض تذكر اسمه أي أيوة والله حامد أحمد حامد أحمد حامد أحمد عثمان اسمه حامد أحمد عثمان أي أيوة والله حامد أنا هو طلع دخلنا فبقى أنا حتى سيارة من دخلت الأولى أيوة. قلت له ما تودينا عند الجماعة لسالح مسعيد قلت له ودينا في هوتيل بارات هذه الهوتيلات صغيرة دخلنا هناك ونروح ونقول لهم إحنا وصلنا شوفوا لنا بيت ما حد يظهر نفسه فيها ما يقول لهم أنا عاوز بيت أسألوا من برا وقولوا لي أنا أروح قلت له سألوا يفتش حصلوا بيت على طلب زي الطربيزة هذه مدور وقرف جنب الكنيسة وراء المسجد الكبير قالوا لها داخل البيت للإيجار فيه يقولوا جيت أنا السلام عليكم وعليكم السلام قلت له سمعت عندكم بيت الراجل الكبير طلع علي قلت له ممكن أشوف دخلت جوا أنا طلب البيت وصل عائلة قلت له طيب كم قال لي 30 دولار أو كذا قلت له طيب خلاص قلت له أجيب عفش أقدر أيوة قلت له يلا جيبوا اشتروا سرير اشتروا طربيزة هم يشتروا وانا ادخل طربيزات دخلوا دخلنا دخلت دحين صاحبي قلت له خليك في مكانك ما تجي واحد يوم كده على الغفلة جيت يا اخي قلت له انا عندي صاحب طالب جاي من مصر ومريض هو وعاوز اجيبه معي ايش رأيك قال لي دحان جيبه قال لي معلش خلاص قلت لهم جيبوا كمان جماعة سرير جاوا سرير دخلنا ودحين خلاص استوطننا وصلنا نروح أجب هذه مركز أجب أنا دخلته مع واحد قلت له عبد قلت له جيب شوف لي واحد يدخل معي أجب عندهم خياط هم جوا في الأجب المركز هذا مركز كبير حق المخابرات هو مركز كبير بس دخلت فيه أنا ومين ده قابلنا واحد متيوس اسمه بعدين حيقابلنا في هذا في الساحة قابلنا قالوا له سألوا إيش عايزين قالوا قالوا فلان موجود قالوا لا اليوم ما إجا قالوا بقى أنا شفت وضع المكان وضعه كيف مطعم كهوة كذا وخرجنا رحنا منه جانا أمر دحين أنا يقولوا لي يا حرك روح في سلاح في مسوع سلاح في مسوع كيف أروح ما أعرف حد أنا لي 7 سنين غايب من البلد أهلي ما يعرف أنا فين قلت له طيب كيف أسوي قالوا تشوفوا السلاح هذا وشوف كميته وشوف عينته وهدينا خبر ايش اسوي كيف اروح انا سنة كم هذا مع ناس نفس 65 ايوه 65 الحين ايوه 65 اللي 65 اللي والله الحين ايش اسوي انا فكرت انا ادور ناس اللي اعرفهم جاء في بالي حمد نور كيكيا ولا صالح كيكيا احنا صغار نعرفهم من الأرض بعد في البلد فهنا جيراننا هم انا في حرقيقه قلت اروح عند حمد نور بيت كبير عندهم وطلاب فيه اولاد حرقيقه اللي يدرسوا هناك يسكنوا عنده الحين سحب البيت انا لما دخلت فيه قال لي انت من انت انا فلان الفلاني قلت له طيب من فين جيت من عسب الارض ما فيه تهم ايش تشتغل قلت له انا طالب فين في كمبون قلت له جامعة ادرس دحين قال لي خلاص منها اطمن لي اداني بيت واداني لصاحبي
فبقى رحت عند هذا في بيتهم, رحت بيته بيت مليان شباب. قلت لهم هذا ولد كيكيا فين؟ قلت لهم محمد نور. قالوا لي هذاك هو. رحت فهمت, قلت له تعال محمد نور. جاني جاني محمد نور, قلت له السلام عليكم, انا فلان فلان. قلت له انا اسمان حرق, قلت له وانا فدائي جاي وعاوزك تساعدني, عاوز انزل مصوع باللترينه وبكره تنزل معاي وتجيب لي فلان الفلاني اللي هو عثمان عثمان سيد, عثمان سيد رمضان, عثمان سيد رمضان كان دكان خاله, كان يشتغل في الدكان عثمان رمضان. قلت له تجيب لي عثمان رمضان وبس, انت الدكتور تروح ترجع بلدك ما شفني. والله راح الولد ما قصر, استناني في الترينة, راح نزل راح عند عثمان, جاب عثمان, انا اختفيت بقى. انا لابس جلابيه وجكيت وعم حرير, اختفيت من المكان. انا قلت يمكن يجيبوا لي حاجه, ايش عرفني فيهم. لما شفتهم لوحدهم كذا يتوقفوا, يا شيخ ايش اللي قد عثمان نفخ علي. قلت له طيب يا اخي, قلت له المهم كيكي راح, وانا قلت له عاوز عبد الله سايق, كان دون الاسم عبد الله سايق كالتكس اللي كان يشتغل في كالتكس, مدير كالتكس هو وسلاح معاه. نعم متخبي معاه في مساواه, مساواه في حداقه, في حداقه, في حداقه حاطه معاه. اي والله ما هناك فيها ناس ينزلوا كمان, يا موجودين عساكر ينزلوا. ايوه فعبد الله قال راح جاب عبد الله, قال لي قال له عبد الله جيبه لي في الشارع, قال له ونزله انا يطلع معاي ورا. وانا ححط هذا, حط له حط السلاح تحت تحت الكرسي, قلت له وبس يسوق هو. بس جاب مسدسات وقنابل وذخيره وكذا تمام, لفيت قلت له دحين وديني مكان الترينه بس ما بعد كثير. انت شفت الان شيكت على السلاح؟ اي والله انه الوصل كل باكيتات هو. المهم قلت له روح وحطه في مكانه, وانا رجعت اسمره. أصبر هناك, قعدنا فترة. دحين إحنا عرفنا عندنا سلاح وعندنا وقت عشان نعمل. فبقى ناس حمد حجي لما وصلوا قردات حصلوا الولد مسجون اللي ودانا. أيوة. صالح أم السعيد مسكوه. أيوة. بلغوه. أيوة. بقالوا له هذا يودي فدائيين, قالوا له أوكي. سجنوه. أيوة. فرجعوا. نعم. طيب نحن إن شاء الله نوقف في هذا الجزء الأول بعد ما رجعت من أسمرة, ونواصل في الحلقة القادمة, ونتمنى إن شاء الله نذكر الأحداث بتسلسل, لأن الوقت ما حيكفينا طبعا, فترة من النضال طويلة وحكايات يعني شيقة, وهذا تاريخه حقيقة. الواحد الآن طبعا يحكيه في ساعات, لكن أخذ جهد ودماء وعرق. يعني مشاهدين الأعزاء في قناة أدال, نشكر حسن متابعتكم, ونتمنى يعني أن قضيتوا معنا وقتا ممتعا في هذا الجزء الأول من برنامج صفحات من تاريخ إريتريا, وسنواصل في الجزء الثاني أيضا المعارك اللي دخل فيها المنادي العثمان عبد الله حراك, وأيضا تعرض للسجن في داخل أسمرة. سنتعرض لكل هذه القصص وصفحات من هذا التاريخ, ونلقاكم في الحلقة القادمة. تغرينيا طرايكم كنتم معروض تغرينيا تمعروض تغرينيا صحفو تغرينيا حسابو انجليز حسابو بتغري حسابو بسواء حسابو بغنو عنقاطات حسابو نفسه كفير تراو سلستر بعض عنقاطات مثال الله تغرينيا أطفال طلب
حشاشاك حشقشق مالتي حشاشاك والسكي من تبي أمان لرحمني شعبنا لرحمني شعبنا إلا دبعته لا تحزنني إلا أنا مشتا توي بدير بدير استعمار أفضلي من أفياته وحنا أعني أنا وإنتو وحنا قلبي نفس القلوب مرباته كافناه كرمناه ومع الأمان شعب وحيدا قبه يترقوا وما تهرقاته يترقوا وما تهرقاته I'm gonna go